صباح الخير يا سكر، عامله ايه؟ الحمد لله كويس. انت بقى اللي مصحيك بدري كده. معقول اصحى متاخر واحنا عندنا ميعاد مع بعض؟ تيجي ازاي دي؟ لو النبي جسمي اشعر. هتقفوريش قوي بقى انت كمان. ها هنتقابل النهارده ولا لا؟ بص انا عندي كام مشوار كده في السريع وبعد كده هطلع الكوافير. انت بقى هتبقى فين؟ انا هروح اوصل مامتي النادي وبعدين اطلع على السبا وبعد كده اعدي عليكي في الكوافير. تمام. ايوه يعني هتجيلي امتى؟ يعني قولي من دلوقتي كده ساعة ونص. طب خلاص هستنيك. ماشي باي شوجر. يلا باي. كلم مين؟ تي بالك قد ايه هنا يا دريه؟ شويه. اوكي. لا دي صاحبتي سكر، فاكراها اللي جات لنا هنا قبل كده؟ طبعا فاكراها. يا سكر دي تتنسي؟ بس هي سكر بقى اسمها شوجر. عادي عندنا ميتنج هوصلك الاول النادي وبعد كده اروح اقابلها. اوكي. الميتنج بيروحوا عند الكوافير يجيبوا الناس من عنده ولا ايه؟ انت راميه ودن وعايزه ترغي وانت مش عايزه تلحقي الشمس في النادي. يلا يلا هنبقى نركب. ايوه بس برضه لازم تفهمني هتعدي عليها. تخيش في حياتي اكتر من كده والنبي. ايه رايك؟ بعرف بصراحه بتعرفي، بس المهم الشقه هتخلص امتى كلها على بعض؟ بصي اسبوع بالظبط وهسلمها لك جاهزه. ليه يا بنتي اسبوع؟ لسه يا سكر اوض النوم بتدهن، اول ما تجهز على طول هفرشها وخلاص، يعني اسبوع بالكتير وننقل. طب ما ينفعش قبل كده يا باشمهندسه؟ هو انا بلعب يا سكر؟ ما ديكي اهو شايفه اول ما الدهانات خلصت والانتريات اللي اخترتيها جت فرشت على طول، وعلى فكره خلصت الكهرباء والحمام كمان، اسبوع بالظبط وهتستلمي. حلو. طب انت محتاجه مني فلوس قد ايه بقى عشان تخلصي البيت كله؟ كده يا ستي فاضل 20,000 باقي فلوس الأوضة، وفلوس أنا بقى نبقى نتكلم فيها بعدين. اللي نفسك فيه هتاخديه، بس انت نسيتي بقى أهم حاجة، الصالون المذهب اللي أمك أزهار طلباه، دي حطين عيشتك على فكرة. والله العظيم حرام عليك، المذهب ده انتهى من الخمسينات، بعدين سيبيه لأمك لما تيجي كده وتشوف الشقة هتعرف إن المودرن هو الجديد دلوقتي. يا بت إيه فهمك بس، أهم حاجة صالون الضيوف، عارفة لو هو مذهب أول لما يدخلوا كده الذهب يبرق في عينيهم. طب يلا خلصي البيت، انا ورايا بلاوي متلتله. باي. خلصي البيت بقى. لا اللي انت وريتها لي دي مطبخه صغير قوي، وبعدين على منور مع التحمير والحاجه تلاقيها عملت ريحه زهامه في الشقه. كمكمه يعني. طب ما تركب شفاط. وادي يا حماده. يلا ايه اللي جابك هنا؟ ازيك يا سكر؟ وحشتيني. وانت كمان وحشتيني، انت ايه اللي جابك هنا؟ ايه ده انت تعرفي الاستاذ يا استاذ سكر؟ ايه اللي اعرفه؟ ده حماده ده اكتر من اخويا. طيب ده الاستاذ جاي بيدور على شقه هنا. ناوي تعزل؟ قلت رجلي على رجلكم بقى تسيبوني اقعد لوحدي. ماشي اذا كان كده بقى هروح اجيب المفتاح انا بعد. ماشي يا عسل. اتفضل. لذيذ قوي السمسار ده. حتى احلى شقه. من عينيا يا استاذ. حاشر نفسه في اللي مالوش فيه. يخرب بيتك كنت هتعملها لي مفاجاه. لا والله مش مفاجاه سكر، بس يعني المنطقه ما بقتش تناسبني، وقلت ملعون ابو القرش اللي ما يمتع صاحبه. دي اوريجينال على فكره. حلوه قوي النضاره. كانت تبقى حلوه على اللبس، بس عليك احلى. اتفضليها والله يا سكر. لا عليك احلى والله. اصليوني سكس بتمشي حريمي ورجالي. انت بقى كان هيجيب لك في اي عماره، دي ولا دي؟ هو وراني شقه هنا بس ما عجبتنيش، وهيوريني واحده هنا. خليك هنا عشان تبقى جنبي. ايوه بقى سكر نبقى. أيوة. في عماره واحده. بقول لك يا سكر، عملتي لي ايه في موضوع ناديه؟ بصراحه حماده ما فضيتش، انت عارف ان انا مشغوله قوي في عزالي البيت ده. يا سكر انا مكلمك بقالي شهر وانت قاعده تقولي لي استنى استنى، لحد امتى؟ انا بس مستنيه الوقت المناسب. وبعدين انت قلقان ليه؟ البيت النادي هتروح فين يعني؟ ما انت هتكون ساكن في العماره جنبنا ان شاء الله. ان شاء الله هتفضل مزغلل عينيها كده. طب اوعى تكون يا سكر رفضت وانت خايفه تقولي لي. ترفض ده ايه؟ انت بتهزر يا ابني؟ يلا اشوفك على خير. يلا سلام، خلي بالك من نفسك.